ماي كان بيقول احمد انه احيانا الخيانه او ان هو يروح يتجوز واحده تانية او يبص لواحده تانية ده بسبب نقص ما في الاولى، يعني عندها حاجه كانتش مسرحه شعرها، مش عارفه ايه، واقفه بتطبخ طول النهار في البيت، بالظبط يعني كل ريحتها بطل الشماعات، كده يعني. مصنع الشماعات اللي الرجاله بتعمله ده. بس انت قلتي لي ان في واحده كانت جميله ورائعه جدا وجوزها راح ايه برضه جدا. خانها. ما كنت عايز اسالها نفس الكومنت، طيب خانها هل ازاي؟ فكر، هل الخيانه هنا لازم يكون متسبب فيها الطرف اللي الاولاني اللي متخان يعني؟ لا طبعا، في رجاله عينيها زيها، في رجاله مهما تعملي لها هتبص لغيرك، لان انا اللي انا شفته مثلا مع صاحبتي دي، والله انا كنت دايما ابص لها اقول انا نفسي ابقى ست بيت فظيعه زيها كده، ابقى مهتمه بنفسي قوي وابقى فظيعه في زي المطبخ. مسلسل ستيليتو ماشيه لا بقى هي بتطبخ انا مش وهي عارفه هي لابسه انت كانت لونه عايشه وكده. ازاي وقادره تلاقي وقت ان تهتم بنفسها قوي وبالمطبخ وتقعد تعمل كل الاصناف في الاكل وتعمل ويجي والله يدخل البيت يلاقيها زي القمر. طب احمد انت حلو جدا. شايف ان الست بتبقى مسؤوله عن ان الراجل وقع في النزوه دي بعيدا عن قصتك لا حتى؟ لا مش قصتي بقى، احنا هنتكلم برضو في حاجات كتير، ان انا الحمد جنرال لله بقى انا في قصتي ولا دي ليها ذنب ولا دي ليها ذنب، بالعكس يمكن الذنب انا عندك. الذنب كان عندي انا فعلا. بشكل عام هل في واحده ست، الست بتبقى مسؤوله؟ طبعا على طبعا فكره انا طبعا، برضو رغم اني بقول كده ممكن الست تبقى مسؤوله ان جوزها يخونها لو وهكمل. هي قصرت في حاجات، الله، ما اهتمتش بنفسها وبهدلت احنا ومقصره متفقين فيه. اهو. لا انا ممكن الحته دي وحاجه تانية، بتبقى مدياله مبرر. ما ادتلوش شخصيته، يعني ممكن تكون قويه جدا وجميله جدا وحلوه جدا، بس هو مش شايف نفسه، مش شايف شخصيته معاها. يعني ايه بقى اديني دي مش شايف شخصيته معاها ازاي يعني دي؟ يعني ممكن تكون واحده تانية، يعني ممكن تكون هي الراجل بيخاف متسلطه من الست، اقوى. من الست القويه؟ هو الراجل اوريدي ما يخافش والمفروض كراجل يعني، المفروض. لكن في رجاله، واحنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، هو في فعلا جيل من الاجيال اللي موجوده دلوقتي، انا شايف ان انا مش لاقي عندي بنات كتيره جدا، صحابنا كتير جدا بنات مش متجوزين وهم ما شاء الله عليهم احترام وادب واخلاق وذوق، بس ما فيش رجاله تستحقهم، لان فعلا في جيل من خلاص الرجاله. الست عدت الراجل، ما هي ده عدت عيب، الراجل عيب. بروفيشنلي في المهنة، عدت الراجل في ماديا مش محتاجة له. ممكن وده من سبب من الاسباب، وممكن تكون كمان الرجاله مش قادره تتحمل المسؤوليه، مفيش رجاله اتربت وتعودت او هو وتبقى. عايز واحدة ضعيفة. مفيش حاضر يا راجل قوي سيد. يحب واحده ضعيفه، ده اولا يعني، لازم هي كمان تبقى قويه جنبه عشان تساعده وتسنده. لكن بس هقول لك حاجه، هي دايما الواحده لازم اتفضلي. برضو طبعا انا عارف خلاص فيها حته حنيه يعني. ما هو انا معلش انا لو مع جوزي في البيت قاسيه او متسلطه او كذا، ما انا بديله 100 مبرر للخيانه. في بس هي بتفتح له الباب. الست مسؤوله عن خيانه لا الراجل مفيش او حد، الراجل مسؤول عن خيانه أنا الست؟ انا وجهه نظري ان المسؤوليه دائما مشتركه، وان دايما الخلل خلل مشترك، ومش خلل مشترك ان هي قصرت وانها وقفت تطبخ وكانها بتطبخ للجيران، لا انا ده ما بتطبخ اتكلمتش في طبخ تطبخ وزينه انا وقصه. بتكلم عموما يعني. يعني ان هي دي اصلها ما اهتمتش بنفسها، ما هي كانت لسه مثلا والده وبتربي لك عيالك. لا هي مش مسؤوليه كده بس، ان هو يعني تقصير منها وقد يحدث تقصير، ولكن احيانا بيكون دلع الست زياده في الراجل وجريها وراه طول الوقت، وانها مهتمه بيه اهتمام زايد جدا، وانا شفت ده كتير جدا، بيخليه يحس ان هو زهق بقى، ما هو طول النهار تجري وراه وعايز ايه وسيد وسندوتشات ولابس فانيلا ولا لا، طب البس فانيلتين عكس بعض والكلام ده. فالحاجات دي حلوه، الست اللي بتخاف على الراجل دوت، وخلي حط بالك جنار لو على حصلت، صدرك لو الحاجات حصلت دي مع الراجل، يعني حط جنار لو حصلت مع الراجل مهما لف ودار، مهما لف ودار هيرجع لها تاني، لانها بس هقول سمحت لحضرتك على وشافته حاجه، ما هو يرجع لها تاني بعد ايه بقى. اهتمامها. يعني انا اعرف حالتين ثلاثه بالمنظر ده، وكتبت يمكن عن نماذج منهم في بعض رواياتي، ان اهتمامها الشديد خلاه يقول واصحابنا انا زهقت منها، طول من كتر ما العلاقة هي مهتمة وعدم يعني. الاهتمام برضه فالمسؤولية طبعا مشتركة. طيب.